صباح النور مستمعينا على راديو دوزان، مرحبا بكم في كل ووت معانا نهار اليوم. صباح الخير استاذ نبيل عياشي. صباح الخير لزميره، كل شيء بخير الحمد لله. شخبارك انت؟ صافا الحمد لله. كيف داير مع هذه الاجواء الحاره؟ الحمد لله الحمد لله. شوف اللي جات من عند ربي، مرحبا بها مرحبا بها. ودائما كاينه حكمه ياك. اكيد، وانا تعجبني انا ما عرفتش علاش كلشي سيغتو ما ميغ ومدام وداك الشيء تيقولوا لي انت بيزار. انا تعجبني البرد يكون بارد والصاد يكون سخون. ما عندكش مع الكري، يا اما البيض ولا الاسود ياك. اذا اليوم كلمنا على ماده يقترن اسمها غالبا مع السكريات، تنسمع لها كثير وعلى المضار ديالها ما بين الاحتياجات وفائض الاستهلاك. نشوفوا معك استاذ الوسيط السليم ديال الليبيد او الدهنيات. نعم، فالدهنيات هي تعتبر بين المكونات الغذائيه الموجوده في الطبيعه بشكل معتدل، ولكن عندما تدخلت يد الإنسان في الصناعات الغذائية وفي ضبط بعض المنتوجات الغذائية أصبحت موجودة بشكل كبير للأسف. فالدهنيات هي داخلة في العادات الغذائية المغربية، لأن الآن الكل أصبح يتحدث عن الدهنيات أنها سبب السمنة وأنها سبب مجموعة المشاكل إلى آخره. نعم، فالدهنيات نقدر نقول لك أن الدهنيات هي تقدر تلعب دور الوقاية من أمراض القلب والشرايين، دور الوقاية، وفي نفس الوقت تقدر تلعب دور سبب في هذه الأمراض هذه. لأن الدهنيات اللي خاصنا نفهمه واللي خاصنا نعرفه أن كاين هناك جوج الأنواع ديال الدهنيات. كاين هناك الدهنيات المشبعة، ما يعرف بالدهنيات المشبعة، وكاين هناك الدهنيات الغير المشبعة. هاد الدهنيات المشبعة شنو هي؟ كل ما هي دهنيات حيوانية باستثناء السمك. هو اللي فيه دهنيات غير مشبعة. فين ما كاينه دهنيات حيوانية راها دهنيات مشبعة، راها دهنيات مضرة بالنسبة للجسم إلا كثرنا منها. مثلا الإكثار، أقول إكثار من تناول اللحوم يؤدي إلى مشاكل، يؤدي إلى ارتفاع مثلا في الكوليسترول، ولكن الإكثار ماشي التناول بكميات معتدلة. ألوغ كاين هذه الدهنيات المشبعة، وكاين هناك الدهنيات الغير المشبعة اللي هي كل ما هي دهنيات نباتية، زيت الزيتون، زيت أرغان إلى آخره. ولكن كل ما هي دهنيات نباتية بقى ما وصلتش لواحد درجة الحرارة مرتفعة. مثلا الطياب ديالنا دابا الناس كلهم واش نطيبوا بالزيت البلدية ولا ما نطيبوش؟ نعم نطيبوا بالزيت البلدية. هذا هو السؤال الكبير، تيقول لك الزيت البلدية تتحرق، فبالتالي تتولي تتنقلب العكس ديالها، يعني ما تتبقاش مفيدة. هو اللي تيوقع هو ان تندوزوا من واحد واحد لا فورمول شيميك اللي تتكون سميتها لا فورمول شيميك 6 الترانس. هاد لي اسيد غرا ترانس هما اللي كاينين في لا مارغارين باغ اكزومبل. هاد لي اسيد غرا ترانس واكثر منهم هو اللي تيؤدي للمشاكل. فملي تتكون عندي زيت الزيتون الا طيبت بها في الطاجين ديالي عادي ما عنديش مشكل. علاش؟ لان في الطاجين ما تنفوتوش واحد 70 درجه 80 درجه، ولكن واخا خليناه يطيب بزاف، واخا خليناه يطيب بزاف، ولكن ملي تنهضروا على القلي مثلا هنا تنفوتوا 120 درجه، وبالتالي فزيت الزيتون اللي قلينا بها تتصبح سامه. يعني عموما ما تنقليوش بالزيت البلدي، ما تنقليوش بها. نعم انا بغيت نفسر للساده المستمعين ان تتولي سامه وتتولي خطيره الا تجاوزنا واحد الدرجه حراريه اللي هي مرتفعه واللي تنوصلوا لها في القلي. اللي تنوصلوا لها في القلي. نعم، داك الشيء علاش ان جميع علاش حنا تنقولوا ان السمك مثلا من الافضل ما يكونش مقلي. علاش؟ لانه فيه دهنيات غير مشبعه، الا تقلى تيولي بحال الدهنيات المشبعه وربما اخطر. نرجع لدرجه الحراره، واش الفرن حتى هو الا درنا فيه زيت البلديه يعني حوته فوق منها شويه زيت البلديه واش يوصل لدرجه حراره اللي تتجعل من هذيك الزيت البلديه مضره؟ لا، واخا الزيت البلديه اللي درناها في الفران وسورتو الا كان الفران مثلا غيطيب في 200 درجه ولا 250 درجه 180 غير 180. نعم، هنا تتقدر تحرق مع الوقت. تتحرق ما تتبقاش مفيده، لهذا من الافضل تنخرجوا ديك الحوته عاد نديروا عليها زيت بلديه. وسؤال مهم يا سميره. جواب اهم. نعم الله يبارك فيك. فهاد الدهنيات هذه اللي تنتحدثوا عليها بطبيعه الحال ربما كاين اللي تتبع حميات قاسيه وتبعد وما تبقاش ياخذ الدهنيات، وهنا تيولي خطا وتيولي خطر للصحه ديالو. لان الدهنيات هي اهم مصدر للطاقه، لان غرام واحد ديال السكريات تعطينا 4 سعرات حراريه، غرام واحد ديال البروتينات تعطينا كذلك 4 سعرات حراريه، في حين ان